ازيك؟ الحمد لله. انا لهفه، انت مش فاكرني ولا ايه؟ مش واخد بالي. انت بتاعت اليوم السابع باين؟ لا، انا كنت لسه بمثل معاك دلوقتي، كنت عامله زومبي وشلت الميك اب. لا طب انا اعرفكوا ازاي؟ لهفه، ما كلكم كنتوا شبه بعض. لا ازاي، انت لازم تفتكرني. انا اللي وقفت قعدت اشرح لك يعني ايه زومبي، وقعدت اقول لك عايش ومش عايش. ايوه افتكرت. افتكرتني؟ على فكره انا من اشد المعجبين بيك. انا حافظه كل اعمالك وكل حاجتك، متابعاك من زمان جدا جدا. الله يخليك. وانا على فكره من عيله فنيه، بابا كمان ممثل. لا والله. يعني انا موهوبه ابا عن جد. بالوراثه يعني. بجد بالوراثه فعلا. ربنا يوفقك. يعني هيبقى كرم من عند ربنا لو رشحتني في اي حاجه عمل ليك مثلا، او حاجه امثل جنبك. انت اضافه لاي فيلم. متشكره جدا. ربنا يخليك والله بجد. انا سمعت ان انت داخل فيلم جديد وبتدور على بطله، مظبوط؟ بالظبط. بدور عليها فين؟ يعني بدور على بطلة تشاركك البطولة يعني. بالظبط. من فضلك بجد لو سمحت ترشحني، مش هتندم، مش هغزلك ابدا. انا ممكن امثل معاك كوميدي، تراجيدي، اكشن، خلص. انت انا هرشحك في الفيلم الجاي بس اصل انت بس عشان تبقى فاهم، انا ممكن انا برشحك بس المخرج هو اللي بيختار في الاخر. ما ينفعش افرضك في الموضوع. لا على فكره انت اكبر من كده بكتير، انت خلاص عديت. انت تقول للمخرج انا عايز لهفه الفيلم الجاي، انا عايز هند صبري الفيلم الجاي، انت اللي تحدد انت عايز مين. هقول له انا عايز هند صبري الفيلم الجاي. حصل والله العظيم. انت في الكوميدي عايز اسمي لهفه. دهشه لهفه. عشت الاسامه لهفه. متشكره جدا. إن شاء الله. حقيقي انت بجد ابن حلال. الله ينتمي. والله العظيم بجد عايز اقول لك ان الناس كلها فاكره ان المسلسل اسمه حبيشه مش ابن حلال، من كتر جمال الكاركتر اللي انت عملته. الله يخليك. الله يخليك. متشكره قوي. هترشحني؟ ها طيب. لهفه. باي باي يا محمد. الله ينت... باي باي. يلا تعالى يا باشا، تعالى اتفضل. شوف قاعده ملوكي، قاعدك قاعده برنسيت. ليه الكراسي دي؟ كراسي بلاستيك جميله، تقعد براحتك، ما حدش يقدر يكلمك. اتفضل. والله اتفضل. ممكن تقعد هنا، ممكن تقعد هنا براحتك. ايه القعده دي اساسا؟ وانت ازاي يعني كده قفلت الممر كده يعني؟ طب انا لو حبيت بقى دلوقتي اقوم اجيب بيبسي ولا اكل فشار يعني، او اخش الحمام، اعدي انا ازاي يعني؟ يا عم ما تقوم يا عم، استاذن من الباشا والباشا يعديك عادي. شفت نفسي عليك ازاي عشان قعدت على كرسي بلاستيك؟ ممكن تقعد هنا. لان يا عم كرسي بلاستيك ايه يا عم؟ وانا دافع فلوس عشان ادخل سينما ولا اكل على عربيه فول؟ ايه القعده الزفت دي؟ اظن انا قلت لحضرتك تخش الفيلم التاني وانت اللي ما رضيتش. فيلم تاني ايه؟ انت ناقص تجيب لي مصاصه. خش فيلم كرتون في السن ده وبعدين انت هتفرجني على مزاجك. فيلم كرتون بس فيه فكر. يا جدعان خلصونا بقى، خلصونا. شغل الفيلم يا ابني. تيجي يا جدعان. ما احنا مش معقول قله المزاج دي. مالكم في يا مصريين؟ جرالكم ايه؟ ما بقاش في حد طايق التاني ليه؟ ده جزات ان انا بعمل كل ده عشان ارضي المدير. مدير؟ عشان ارضيكوا. في يا جماعه اقعدوا كده حبوا بعض. تعال معايا بس انا هظبطك دلوقتي. المهم بس نزل ايدك بس كده. ماشي اتفضل. هات لي فلوس. تعالى كل فشار. طيب في يا عم اوعى بس يا عم. يا عم تعالى بس، في ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ غلطيت ان انا دخلتك؟ بتسخن الناس عليا يا عم. انت ما قلتليش انك هتقعدني القعده الرمه دي. انت داخل تتفرج ولا داخل تنام؟ مال الكرسي البلاستيك؟ مش بتقعد بيه على البحر الكرسي البلاستيك؟ دلوقتي بقى كوخه الكرسي البلاستيك. بقول لك ايه، مش ناقصه اشتغاله، اديني فلوس احسن اعمل لك محضر. محضر ليه؟ ليه تعمل لي محضر؟ انت ليه بتكبر الموضوع كده؟ اهدى. انا هعمل معاك صفقه. بقول لك ايه يا عم الحاج، بلا صفقه بلا غيره. تذكرتك اللي انت فاكرها فيزا امريكا اهي، واديني فلوسي. يا عم اسمعني بس، اهدى. دلوقتي مش انا كنت متفق معاك ان انا هدخلك وادفعك نص التذكره؟ فاكر لما قلت لك كده؟ فاكر. انا بقى مش هاخد منك فلوس خالص، بس عايز منك خدمه. خدمه؟ ايه الخدمه؟ اقول لك. والله القعده هنا 100 100، قاعد في نص الشاشه كده وحاسس ان ملك. ايه ده؟ لا كرسي البلاستيك ده كمان مفيد، انا ما كنتش عارف ان هو مفيد للضهر كده. ولا شوف البطايه دي جامده. نتيجه حلوه نوصلك كده. لو سمحت من فضلك امشي من هنا. الرجلين الحلوه دي ما ينفعش تمشي على الارض لوحديها برضه. عيب كده لو سمحت. هو ايه اللي عيب؟ العيب نزل الجدول. تعالي بس نوديك السينما نفرجك على فيلم اكشن رعب. ما يصحش الاسلوب ده، انا ممكن اصوت والم الناس دلوقتي. هو فين الناس دي؟ ما تيجي بس، دي سبوبه. ولا في عربيه جايه علينا، اجري بسرعه. دي اللي هنربيك. اقسم بالله لا جابكم يا بتوع بوقتات، عارفكم انا. يا نهار اسود، حتى الموتوسيكلات الصيني دخلت استوديو مصر. يا ولاد الكلب، بيقول لك ان انا اللي عامل كده في الناس. اللي ماشيك في مكان زي ده لوحدك؟ معلش انا اسف يا استاذ، انا خلصت الاوردر فمروحه عادي يعني. لا المره الجايه تجيبي حد من اخواتك. صح عند حضرتك حق، بس اصل اخواتي مش فاضيين، وبابا النهارده عنده اوردر مع استاذ عادل امام. ساكنه فين؟ لو مش هضايقك يعني وصلني بس على اول الدائري. تركبها ستة وصلك لحد البيت كمان. البيت؟ أنا ما غلطتش لما قلت إن أنت أجدع فنان في مصر.
متشكره قوي بجد، مش عارفه اقول لك ايه. استاذه لهفه، انت عارفه ان احنا دلوقتي بنلف بقالنا 4 ساعات. خلاص يا استاذ محمد، احنا تقريبا وصلنا، يعني كمل على طول كده هتبقى الحاره على اليمين. تعرف يا استاذ البيت اللي انا معدي عليه ده معدي عليه 18 مره. معلش يا استاذ، انا فاكره، انا بلف من العصر يا فندم. دي بتبقى بيوت شبه بعض، يعني ان كل في مناطق في مصر كتير بتبقى مبنيه يعني زي المعادي مثلا. انا مفيش منطقه شعبيه ما دخلتهاش، المنطقه دي عمري ما شفتها في الخريطه في العالم. معلش معلش خلاص، احنا انا عارفه انا بقول لك ايه، ولا احنا تقريبا قدام خلاص. ايه يا حاره البلبوس دي؟ ايه المناطق دي يا فندم؟ مش عارفه انت خطفاني ولا ايه يا لهفه؟ ظاهر تهنا ولا ايه؟ تهنا مين؟ انت متاكده انت بتيجي هنا كل يوم؟ ايوه ايوه يا استاذ محمد، كمل بس على طول، كمل بس. طب احلفي بالله ان انت بتيجي هنا كل يوم. من غير ما احلف يا استاذ محمد، انا اطفال بقى احلفي والجو ده. اتفضل بقى كمل على طول كده. تعرف يا استاذ محمد، ثانيه واحده بس ارد على مراتي. اوكي اتفضل. مش عايز اسمع. ايه مدام؟ طب ممكن اكلم؟ خلاص سوري سوري. الو، ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. اديني سلم عليها. والله انا مفيش مشكله. في ايه؟ هو انت بتعمل حاجه غلط يا محمد؟ الو، ايه؟ لا يا حبيبتي، ممثله زميلتي في الفيلم، والله كان عربيتها عطلت بس في البقر. بس حبيبه قلبي، ازيك يا قمر؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ انا لهفه بطلة فيلم محمد الجديد. دي بتجيلنا بقى التصوير ان شاء الله. هستنيكي في اللوكيشن يا عسول. اوكي حبيبه قلبي. اوكي اتفضلي ماما معاكي. ما اعرفش تكلمني بطريقه يعني مش يا حبيبي. ركزي يا حبيبي، ركزي في الكلام، ركزي. بقول لك زميلتي اقسم بالله العظيم بوصلها في كومباوند هنا في الشيخ زايد جنبنا على طول وجاي. كومباوند حلو قوي، عايزين نبقى ناخد فيه اي اوضتين ولا حاجه. طيب يا حبيبي، هي مفاجاه. لحظه والله تعبت فرحت. طلبات البهوات، امرني يا باشا. والنبي يا شبح، حاره فرغالي فين؟ ايه ده؟ حاره ايه؟ فرغالي فين؟ عبد موتة منور يا فنان. الله يخليك يا شبح. انزل يا فنان نتصور. يلا يا فنان نعمل وكيل فيك. منورنا. اتفضل يا فنان اتفضل، الحاره نورت. شاهل بس ونبقى فنان عشان مستعجل. ماشي يا شبح، طلع التليفون. لا هنتصور بتليفونك. تليفون مين؟ عادي يا فنان هنتصور بتليفونك. ترفع ايه يا ابني على الصبح؟ رافع ايه يا فنان؟ هتصورك بتليفوني تاخد الصوره ازاي؟ هو انا ما قلتلكش ما احنا هنقلبك بعد ما نتصور يا فنان. الشغل شغل. تقلب مين يا حبيبي؟ هقلبك انت يا فنان، ده احنا اتعلمنا الغز منك. طب وده رد الجميل؟ يعني انا اعلمك الغز اول ما تشطح تنطح تثبتنا انا؟ اكل العيش يا فنان. اكل عيش ايه؟ معلش يا فنان اتصور بس عشان مستعجل. وانا مش هتصور. هتتصور يا فنان. هصورك وابقى ابعتها لك واتساب. هتتصور يا فنان وهاخد الموبايل. خلاص يا استاذ محمد. انت متفقه معاهم ولا ايه؟ طب عرفيني. والله العظيم ما اعرفهم، ما انت شفتني ولا كلمت حد ولا انت اللي كنت سايق اصلا. يلا خساره فيك التليفون. يلا بينا. يلا استاذنك بس بعد الصوره هاخد الصور والارقام الخاصه من على التليفون. هو طلب سخيف بس ماشي. سخيف؟ انت قليل الذوق. مش مهم بس نتصور. يلا فلاش والنبي نزل دي بس. نزل. ليه ليه؟ معلش ماشي. جميلة، ربنا يخليكي. ربنا دي هتولع الدنيا دي على الفيسبوك. والله الله يخليك. حارة فرغالي فين؟ لا حارة ايه ده، احنا لسه عملنا حاجة، لسه هنتصور فيديو. فيديو ايه؟ يبان ان احنا اصحاب بس. مش هينفع فيديو خالص. ليه؟ انت يرضيك تضرني؟ لا ده مش هيضرك. يرضيك تضرني مستقبلا؟ والله ما هيضرك، هيقول لك شوف التواضع متصور مع واحد متسول. تصدق فكرة حلوة؟ انت في ناس كتير تعرفك هنا؟ انا اشهر واحد هنا. احلف بالله. انا زيك كده في الوسط. الفيديو ده هيفيدني قوي. يلا بينا. نبان صحاب ماشي؟ ما نتكلم ان احنا اصحاب مع بعض. اصحاب قوي يعني. يلا. اكشن. عامل ايه يا صاحبي؟ تمام يا شبح، انت ايه الاخبار؟ تمام يا انتيمي. والله قلدتني حلو قوي في عبده موته. انا عمري ما انسلك الجميل ده يا صاحبي، الراجل ده خدت منه كل حاجه في عبده موته. اخر جمله انت اديتني كانت ايه؟ اللي هي بتاعت الخنافس دي؟ كلمه لكل الخنافس. هل من منافس؟ ايوه. هو اداني الجمله وخد الايفون 6 ده. فدايا فدايا يا صاحبي. والله ما يغلى عليك حاجه يا عم. اصيل يا صاحبي تسلم. عبده موته ده خلاني اخد ملايين بجد. والله اقسم بالله انا عارف يا عم الناس بتحسد وبتاع. ياد صاحبك في حته تانيه خالص دلوقتي. صحيح موضوع ال 20 مليون ده؟
لا احنا كده هنقر. لا لا ما فيش، انا بدردش بس بناقش مواضيع الناس. ماشي. طب والايفون ده غالي قوي، خلي بالك بجد والله، يعني عشان لما تبيعه ما تخسرش فيه. لا هيغلى على صاحبك، ولما تبيعه بقى هتقول انا اشتري منك. لا ما تقلقش، اوديه التوكيل، انا حاجتي كلها في التوكيل. لا والله العظيم. والله بجد وحفظ. والله انت مش فاكر لما كنت زمان اجيب لك؟ بتصوري كل ده ليه؟ اقسم بالله الواد ده معاك. والله العظيم ما اعرفه، والله العظيم ما اعرفه يا استاذ محمد. حارت ف... لا إيه؟ بس انا اعرفها يا عم، دي كومبارس ولا حد. انت تعرفها منين؟ إيه؟ لا دي نجمه مشهوره. ايمي سمير غانم. يا عم انت احول ولا ايه؟ لا ايمي دي زميله، انا لهفه الحلواني، نجمه فيلم استاذ محمد رمضان الجديد. طب يا نجمه ابوس ايدك، عايز اروح. هي ايمي وبتقول كده عشان ما تتصورش معايا، انا عارف والله حضرتك قلب الاسد وهي رجل الغراب. انا نفسي اعمل حاجه كده واسميها كبده الفراخ. ان شاء الله تعمل زلموكه الفرخه نفسها. ربنا يخليك يا فنان. انا عايز اروح، قول لها حاره فرغالي فين ووصلها. عايزين حاره فرغالي. اه يا عم. طب استاذنك الموبايل الاول، هعمل تليفون بس وديه لحضرتك على طول. ماشي انا مستأمنك. بص حاره فرغالي دي هتروحها ماشي، لازم تنزل بقى تتمشي. ماشي. لا حضرتك هتروح معاها. لا انا هسيبك انت معاها توصلها. ماشي. وانا هروح. ماشي بس انا هسبقكم بالعربيه وانت تتمشي. عربيه مين يا عم انت مجنون؟ هسبقك بالعربيه يا فنان. سلام عليكم. سلام عليكم ايه يا فنان؟ هسبقك بالعربيه. يا ادما ومش كل من مسك سلاح سفاح يا. لا 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 اسمع مني، انا سفاح. سفاح على مين يا؟ ده مش لعبه زي اللي في الافلام يا فنان. مفيش عربيات. اللي هيعدي الخط ده هيموت يا فنان. قلتها قبلك يا روح امك. علي الطلاق انت ابن حلال. في رعاية الله، في رعاية الله. استاذ محمد انا عامله لك سربرايز فظيعه. اكتر من اللي انا فيه دلوقتي. والله العظيم سربرايز هتعجبك جدا لو تاخد بالك ان انا ساهيته وما اديتلوش الموبايل. يا سلام. ما اديتلوش الموبايل. ايوه. والعربيه. ما هو برضك يا استاذ محمد مش لوجيك ان انا اشيل كل العربيه دي في الشنطه انما الموبايل صغنون. مش لوجيك فعلا، مش لوجيك. ما تزعلش يا استاذ محمد، ربنا يعوض عليك باذن الله. انا ما ركبتهاش اسبوع يا لهف. معلش يا استاذ محمد انت اللي غلطان. ازاي تبقى ملك الاكشن وبتثبت الناس في الافلام وبتضرب وكل البلطجه اللي انت فيها دي وعيل زي ده ياخد منك العربيه؟ فين السنك؟ فين المطاوي؟ ايه؟ لعلمك كان سايبها له بمزاجي، لانه واثق انه هيرجعها. بيني وبينك الموضوع ده بيحصل لي كل ست شهور مرتين ثلاثة. اخر عربيه الواد سابها لي قدام مدينه الانتاج الاعلامي تقريبا، فاكرني ساكن جوه. هيرجعها، ثقه في اللي هيرجعها. معلش بقى يا استاذ محمد انت اخرتني قوي، ادام ان شاء الله هيرجع لك العربيه انا اطمنت عليك. باي باي، فرصه سعيده قوي.